وأهمل تاريخ الأمثلة الأوليبيين القدماء كما يسميه في المصطلح التاريخي، يسمونه أوليبيون القدماء. الكتاب الذي اتفنى أو حرف اتفنى يسمونها الليبية القديمة أو ليبيا كانت. لكن اليوم نتوجه أو إسقاط الضوء على تاريخ تونس بصفة عامة، أو تاريخ تونس بالتحديد، المجتمع التونسي والمجتمع الليبي أو المجتمع المغاربي كما يريد أن يسميه بالمصطلحات الحديثة. سوسة، أنا لما أتكلم عن تونس أو سوسة، كلمة سوسة أو كلمة أزغية صرفة وتعني يسوى. سوسة جاية من سيوة، سوسة في ليبيا في سوسة، وفي تونس في سوسة، والمغرب هنا هناك قبيلة تامة كبيرة جدا اسمها السوس، وهي مشتقة من كلمة يسوى التي سي اللي هو المنبع اللي هو المشتق فيها المية أو يسمى عيون المياه موجودة في هذه المنطقة. هذه كلمة سوسة في الأساس، نحن نعتقد أنها كلمة أخرى وكذلك كلمة مشتقة من فعل يسوى تي سي سوس يسوى. هذه الكلمة يعني لنقى شفاها بالنسبة للمصطلح اللغوي القديم. تونس كتراث، التراث الموجود في تونس هذا التراث التونسي لا علاقة له بما يشاع بالتأثيرات الخارجية وما يسمى الفينيقيين وأسطورة الفينيقيين. وحقيقة هذه القصة اللي صدقنا أكذوبة أكذوبة صدقناها. علم التاريخ علم مبني على بحث علمي، لا يبنى على الخرافات ولا يبنى على الأساطير ولا يبنى كذا. كان في يوم في فترة ما صحيح كان يعتمد على الأساطير والخرافات والروايات، وحتى كان حتى من إيحاء المؤرخين ثم كانوا يعني مسحبين في هذه العملية وكانوا يكتبون مثل الرواد لنظرية ابن الكلبي، لنظرية النساب العربي الآن العرب يتكلم عليها. هذا الراوي وفي القرن الثالث الهجري لما المسلمون دخلوا إلى بلاد الفرس والروم ووجدوا أن هناك تاريخ وهناك أرشيف وهناك كتب تطبع، فجاء العرب بالرواد. هؤلاء الرواد كان يأخذوا في المقاهي زي ما يقولون المقاهي، فكانوا زي التلفزيون في الوقت الحالي، وكانوا يسردوا في القصص. فهذا واحد منهم هو ابن الكلبي اللي أسس نظرية النساب العرب، وهي نظرية لا تمثل العلم بسبب وللآن تكلم مثل عملية الفينيقيين وعليسة وهذه الأسطورة المكذوبة. إلى حد الآن لا وجود في إثبات علمي على وجودها. الوجود هو أسطورة نسجها مؤرخ روماني في القرن الثاني، يعني بعد 1000 سنة من حسب ما يقولون من تأسيس قرطاج. جاءنا مؤرخ روماني وقال أن هناك هذه الملكة اللي جت مع شعبها وهاجرت من سور صيدا وجاءت إلى قرطاج وأسست قرطاج باسمها الإسلام بعد 1000 سنة. قبلها سلوسك، البعض يسميه مؤرخ وهو ليس بمؤرخ إطلاقا، هو رجل سياسي وعسكري وتاريخ سياسي، والعسكري تاريخ غير مشرف إطلاقا. المؤرخ الذي يمارس معدل السياسية ومتطرف لا يمكن أن يكتب التاريخ ولا يمكن أن يطلق عليه اسم مؤرخ. المؤرخ يجب أن يكون محايد، يجب أن يتجه للحياد. ولكن من كتب تاريخنا بأن متطرفين دينيين أو قوميين أو مؤرخين، وهذا لحد الآن ما زال يحدث إلى اليوم. ولا يمكن أن يكتب التاريخ بحيادية، ولا يمكن أن يكون هناك بحث جاد علمي يقنعنا ويقنع الآخرين. هذا غير موجود لحد الآن. نحن لحد الآن تاريخنا مبني على أسطورة وخرافة لا يصدقها عاقل. حتى طفل عمره 5 سنين و6 سنوات لا يمكن يصدق الأساطير هذه الموجودة. البحث العلمي لا يؤمن بهذه الأشياء. البحث العلمي يؤمن بالأدلة والشواهد الأثرية ويؤمن
مجال علمي هو أساس هذا العالم وتطوره، تطور بالبحث العلمي. ونحن لحد اليوم ما زلنا نكرر الحقيقة التي نقولنا أساطير وخرافة لا أساس لها، لأن النتيجة بالذات نحن أضعنا وطن هوية وتاريخ نتيجة هذه الخرافات والترهات. فعلم التاريخ يجب أن نقول أنه يستند أساسا على البحث العلمي. كالعلوم الأخرى تطور كما تطور الآن، أصبح علم التاريخ يدخل في علم الآثار، علم الأركيولوجيا، حتى علم التحاليل العملية اللي وصلت للمعتبرة وخلال هذه وصلت بهذه الطريقة، وصل علم التاريخ إلى هذه الدرجة من عفو بس نتفق أنه لا يوم خرافة ولا أساطير في اليوم الأكاديمي. نحن مقصرين في معرفة حتى التاريخ، مقصرين في هذا الموضوع بالذات، وسلمنا بأن هناك أمم أخرى هي اللي جاءت وقامت ببناء هذه الحضارة الموجودة في تونس وليبيا والمغرب والجزائر وما إلى ذلك. ولكن الاكتشافات الأثرية تثبت عكس ذلك تماما. فأدوات ما قبل التاريخ النقوش الصخرية وتم اكتشافها خلال 50 سنة بس فقط يثبت عكس ما كتب عنها تماما. فعلم التاريخ هو فهم الماضي وأسباب التغيير والتطور فيه، وبالتالي تأثيره على الحاضر. وهذا علم التاريخ. التاريخ هو ما مدى الاستفادة منه وما مدى فهم الماضي. إذا كان احنا فهمنا الماضي هنخرج باستنتاجات علمية صرفة في هذا الموضوع، وحنقنع أنفسنا قبل. نحن من نكتب التاريخ، ومن المفترض أن احنا من نكتب ما كتب عنا صدقناه. هناك العديد من الأكاديم، هناك بعض الحقائق، لكن العديد من الأكاديم والروايات والأساطير هذه موجودة في تاريخ فعرف ابن خلدون طبعا غني عن التعريف، فعرف بفن التاريخ التي تدوره الأمم الأجيال، وهو في ظاهره لا يزيد على أخطاء. هنا تطرق ابن خلدون لنقطة هامة جدا، وهو قراءة وتحليل النص. نحن نقرأ النص زي في ليبيا طبعا، عاية بلد المليون حافظ للقرآن، أي بلد المليون حافظ مش فاهم القرآن. وهذا حتى احنا نقرأ التاريخ ابتداء، ولا نقرأه بفكر نقدي وبفكر عقلاني لنخرج بنتائج